السلام، راني في بوفاريك. وكي نقولوا بوفاريك نورمالمون راكم عرفتوا السجل تاعنا تاع اليوم. هاي هيا خدمة الخدمة، ما تشهوش بزاف. الميتي تاع اليوم يحكي على زلابية شامية قلب اللوز عين اللوز، راك تعرف الميتي تاع اليوم فيه لومبيونس، الميتي تاع اليوم فيه بنة. كل ميتي عندنا اون توني اللي نلبسوها حنايا، بصح في الميتي تاعنا تاع اليوم نحتاجو طابليه وبرك سامبل بنا، وانا باديكم بالسامبل حتى نكملو ان شاء الله. بون جماعه سي سامبل، نبسطوها ما كان نكومبليكوها لا والو. الحاجه الاولى اللي لازمنا في الماتريال تاعنا باسينه سي سامبل اخوتي، ولازم تكون اورانج لعندك ما يهمش اللون. ومن مور كي نهضروا على لا توني اللي هي طابليه، راح نهضروا على الماتريال اللي نستعملوه. سامبولي همبولي سام. حاجه الزوجه خاصنا بيترا، بيترا اللي راح نخلطوا فيها العجينه تاعنا. كاين اللي يخدم امام بصح شوالا، هذه راح تسهل علينا وتعطينا الوقت باش نقدروا نخدموا لا كونتيتي. حاجه واحده اخرى ثاني، هذه عجبني الصون تاعها بصح ما عباليش اسمها، شو اسمها هذه؟ بون اللي تخدم البنان تاعنا زلابيه. حاجة أخرى تاني اللي هو الميزان، باش نعرفوا الميزان تاعنا ولا كونتيتي اللي راح نديروها وحساباتنا. كشاف كوتي كونتابيليتي. حاجة أخرى الراكليطة، روبو، المعين، الفوي، الصفاية، أي حاجة اللي راح نخدموا بها بصح كاع سامبل، أدوات بسيطة ونخرجوا منهم العجب. داير يا جماعة ميتي كي تشوف باللي فيه ماتريال كيما هذا، ويعني واش فيه أمور واش فيه ليزانغريديون، شوف تحسها ميتي متواضع، تحسها احساس قوي وصاي. تمام، والبدايه تكون مع هذه الباسينه اللي غير شفتها تشول كوتفودر، هذه عباك باللي غير تشوفها ديجا الحنين الى الماضي. داير ما بكري كانت تغسل فيها المواعين، ندوش لي فيها ومن بعد نطيبوا فيها اي حاجه نديروها في هذه الباسينه. الوغ الحاجه الاولى غادي نحطها في هذا الميزان، اوتوماتيكمون غادي يطلع الميزان تاعها راهي 900 كيلو. حنا نردوه من الزيرو سي بون، ونبدو نوزنو في المقادير تاعنا باش نخدمو المقروض. اوكي حنايا رايح نروحو للزانغريديون، المقادير يا جماعه باش نطيبو واش نحتاجو. راح نلقوهم فرينه، سميد، سكر، بيكربونات من داك، شويه امور برك هذا مكان، شويه زيت من داك ثاني. عندنا السميد، راهي زايدة 12 غرام في الميزان، معليش قالك وأوفوا في الميزان. هاي الأولى درنا السميد رطب، ودركا السميد حرش، فاهم؟ رطب مع الحرش راح هي إن شاء الله يتفاهموا. 400 كيلو سميد، 2 كيلو ورطل، تولي 6 كيلو ورطل. خاصة شوية دروك راح نزيدو الفرينة. كيلو ورطل يا سما، 8 كيلو. خاصة الحمد لله. هكا باش نقدو
بريبارو الاز هكا اون فاس ليكم. غادي نزيد لها بيكربونات. ها ابن عمي 9 ساشيات تاع بيكربونات. الله يجيب الخير. كيفاش غادي يخرج هذا المغروض؟ دروك رايح نخلطوها بيدينا بيان سور. انا بنادم اللهم يقلع. هاكا نورمالمون رانا واجدين. عباكم باللي باش ما ننساش سميد غريض سميد رقيق فارينا بيكربونات. نعطوهم خلطه شابه ومن بعد ربي فيها الخير. راه جا وقت السوائل دروك. عندنا الماء وعندنا الزيت. الماء راح نديرو 3 لتر والزيت نديرو لتر ونص. هاي دائما العبر. طروا لتر باسكو هذا يفد يطرو. شوية يا ابن عمي يا ربي سيدي ملاذق. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. دروك راح ندورو البيتران تاعنا. اوتوماتيكمون البيتران تاعنا ما غاديش تبدا تدور ديريكت، كاين فيتاس. عندنا فيتاس الاولى وفيتاس الزوجه. باينه بلي راح نبداو بالفيتاس الاولى غير بشويه دوكا دوكا. الصوف تبع برزانه اخوتي. بسم الله على الله. هاي 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 عطينا الله. وتبدا تحكم روحها. اين فوا تبدا تحكم في روحها مليح نديروا لها الفيتاس، نزيدوا لها شويه الاكسيليرو. انا وين تنا اكسيليرو يا يعني. مروان ها مروان ها ها شوف جينا مروان. جايبها شويه شويه بيان. لا عجبتك شويه بزاف. نخدم معاكم شهر كومبلي شحال تخلصوني؟ نديروها في النهار كل وقت. انا خدام انا خدام. انا لا ما حبيتش نجيري كما عيطت كمل والدك. لا لا بصح ديري ديري حرفها بلا شيخ ما تعلمهاش ما لا قابلها. هاي العجينه تاعنا راهي واجده وشابه. وش نقول لك؟ تقول من هنا نبدا ناكل صاي. دروك راح نبداو نخدموا عليها مادام حنا قلنا غادي نخدموا المغروط والمغروط يجي فيها التمر والداخل. جماعه باش ما نكذبش اليوم نهاري الاول ها والحرفه بلا شيخ ما تعلمهاش. عيطوا للسي مروان ويدبر راسه وحنا نشوفوا على كل حال نتعلموا. شايف مروان دبر راسك. هيا روح ابدا
ملاح زيد زيد وا زيد وا زيد زيد شوية فوالا منا زيد فوالا ايوا زيد فوالا زيد فوالا ملاح زيد فوالا راكليتا صحيت هاكا بدا تقطع صحيت بيها اون دو صحيت يا خويا دار ساقية يا بحال فوالا هذيك هي زيد شوية زيد شوية زيد شوية روح ملاح 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 راك عاجبني مروان فور سي بون هباك العرسة ما راهيش في ال 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 هاي في اليد سي بون ما صيها هلا طاسون كيما دار مرة اخويا قسمها في النص اغرس التمر وها هي لا تكنيك تاعنا انا جايبها ولا والو صوت طوال يا كل دقيقة كملنا هاد ليطاب قطعناهم وطولناها هكاك غير باش نسهلوا على رواحنا المهمة ونروحوا لإيطاب واحدة أخرى هي سهلة بصح واعرة سهل ممتنع هاي وكي نهضروا على الطياب باش نطيبوا الزلابيه تاعنا ولا الشاميه تاعنا كل حاجه راح تكون المقله تاعها ولا كل حاجه راح يكون الفور تاعها هذه حاجه باينه واو 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 جماعه اسكوا على بالكم هذا اش هو هادو اللي راهم هنايا المقالي اللي نقلوا فيهم المقروضه تاعنا ولا سوا الزلابيه تاعنا ولا كل وحده راهي مخصصه لحاجه كيما هادو اللي راهم اوفاستيه مخصصين المقروض اللي كنت نبريباري فيه عندهم سيستم هادو جينيرالمون لي زيدي تاع موالين الصنعه هما اللي يحتاجوا هذا الشكل باش يساعدهم باش يطيبوا واش راح نخدموا ميم سيستم داراسيون هذا يليق وسي اوبليجي راه النار اللي راهي شاعله هنا والصهد اللي راه يطلع غير ربي بخبره لو كان ماشي زعما راني نوري فيكم وكاع فكما قاعد هنا المشتل المشتل ما تقدرش تستعملها فما بالك الصيف خلينا نبدا نقلو هي يا ربي سيدي ها ها انا جبت معايا هذه باش نديرو بها واحد لا تكنيك باش نرفدو بها هذه بصح قبل لازم نغطسها هنا الزيت تاعنا سي بون راه واجد تستيناه بكاش حبه ولا زوج اي ابن عمي اجيبوا لي كاش كاسك ولا كاش حاجه ولا Thank you.
اوه هذه مهمة صعبة يا جماعة، اسمحوا لي. زعما لو كان يدي تدخل هنايا زعما شي صرالي قادر ما نلقاهاش. هاي من بعد نزيدوه، خليها طفي خضرا. انا جبت هادي، هادي باين نستعملها غير باش نخلط على ماكان. وجهي 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 تكسر، تكسر وجهي. قبيلة كنت نخلط بهذه، دوكا راح نخلط بهذه. علاش؟ باسكو الاخرى جاي رقيقة، كيكون عاد معجن شوية هي تقوم بعملية التفركيت، يعني تفركته. بصح دوكا راه شد روحه، يتسمى قدو نخلطو بهذه. ما بقالهش يا خويا، راه يبان مذهب. دعوة راه مذهبة، هنا مذهبة. شوف 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 خويا 24 كارة ولا أكثر. خويا انا تبان لي صاي. واي حاجه رايح نطيبوها هنا في المحل تاعنا يتسمى يلقلها تفوت على الحسن ولا ماشي احسن شاربات. المهم الحلاوه، الحلاوه والطراوه. خرج نشف عسل عسل. بصح كاينه حاجه هذه يلزم لها ما توشيش الحسن، خاصك تدخل هنايا وتجي هنايا من بعد نيتيليزو هذه في الحسن. كل حاجه وحدها على كل. المقروض تاعنا راه شبع راحه كما يقول لك، حطيناه في العسل ريح واحد دي مينيت ولا درك راح نبدا نخرجه منه من العسل ونديه هنا. بصح انا اللي اثيراني بزاف هاد الادوات اللي جايه بسيطه سبحان الله. هذا ملمتي هو اللي يخدمهم، هذا سني نورمال محلول هنا يتسمى باش انا منا باش نديبلاصي لهنا راح يكثر الحسن. هذاك يتسمى ما يضيعش هنا، عنده تكنيك باش يعاود يولي لبلاصته، وكي نديره هنا اوتوماتيكمون ثاني راح يسيل هذاك العسل. كاين حاجه اخرى راهي تلاقي العسل تاعنا باش ما يضيعش. حتى لي طابل هادو يا جماعه كيفاش جايين ايكيبي من تحت فيهم واحد لاستالاسيون تاع لاجيوتري، كل اللي يشعلوا بالنار اون سي جامي ثاني هذا العسل هذا يجبد لنا ولا رايحين حنا نحموه باش يطلق شويه. راك فاهم لي تكنيك هادو يسموهم لي تكنيك. هيا بسم الله. هيا خويا راك شبعت عسل، عسيله ياك ولا عسيله هي ماشي عسل، العسيله. ها عمليه كيجي رايح ونديرو هنايا خويا كثر براحتك. ها ها تقدر ما تخافش تروح في خاطرك، ما بين اكثر هنا نورمال عادي، حسن هذا راح يعاود يولي. خلوه يكثر في خاطره، نورمالمون يدي شويه اكسبيريونس، نروح كاش ما نشوف كاش ما نزيد نخدم. توجور مع الباسينة يا صاحبي، والله العظيم راهي عجبتني الخدمة مادام لي نقف في البواسين كيما هكاك. راني طلعت في الكراد يا جماعة، راهم داخل المقروضة تاعي وعجبهم بزاف، وقال لك روحك طلعت في السطاج خويا زيد خدم، زيد خدم على روحك ونده الله يسخر. راح نخدموا زلابية، هذيك زلابية الحمراء اللي جاك مدوره وفيها الشبك، هذيك الزلابية اللي راح نخدموها. هذه ما غاديش نقدر نبريباريها انا قدامكم، هذه راح تتبريبارا واحد 3 ايام ولا قبل. بون مكونات فيها فارينه، خميره، الماء، شويه كولورون، راك تعرف تسنى واحد 3 ايام ولا باش نجيبوها. ها هي تجي كيما هكا، شوف كيفاش تجي الريحه تاعها. الزلابيه ديجا وهي خضراء على كل حال. اوكي
ضروري راح نزيدوا لها مكونات اخرين بصح ماشي بزاف. عندنا كولورون ملون غذائي وشويه فارينه. بصح يا جماعه ما ريسكوش، خش الكولورون وكان تنقص تحصل وكان تزيد راك تحصل. ثم نستعينوا بصديق مروان. تفضل خويا الله يرحم بوك. دبر راسك غير في الكولورون وانا نعجبك من بعد. تكل على اخوك. روح روح. انت على بالي بالمرة الخضراء عائلة هي ميزانك. تبان لي صاي مروان خويا. تبان لي حرز غير طاشي روحك. المهم معلموني لقطة على كل حال، لو كنت طاشة بهذا الكولورون مش خاش تمسحه. روح شلل ديريكت ها كيما مروان راه يدير. خلوه يتحلل شويه كيما هكاك ونبدا نخلط ياك. نبدا الله يسخر ونزل الفرينه ياك. هيا روح خلطوا هاي. هيا بسم الله نخلطوا. نبدو غير بشويه علينا. ملاح يا درا. مليح. ها؟ مليح. خلاط كبير ولا ماشي خلاط؟ خلاط كبير. أنا خلاط كبير، نستعرف راهي بلي أنا خلاط. سي بون. يا خويا. نزل لها هنا شوية ما؟ هذه راحت لي. هذه راحت لي. معليش. ونطوندو حنايا رانا نعرفوا بالماتريال. هذا اللي راح نبدا به. اللي هنا يقول لها اللمبوط. وحنا جهتنا نقول لها المحقن. سا ديبون يا قول لي واش يدير. هو اللي راح نرفدو به هنايا ونخدمو به داك الديزاين الزخرفه تاعنا ونحتاجو هاد المغرفه التسقيه هادي. الوش قول لي واش ندير. هي اللي راح نرفدو بها ونديروها هنايا ونحتاجو هاد المساك هذا لقاط نحتاجوه كوم سيبور باش نحطو اللمبوط تاعنا يكتر هنايا ونحتاجو لقاط واحد اخر اللي نقلبو به. ابغاك تشتغل كيما هكاك راه جوع يا محمد. يا هكاك راه تشهي. هذا هي باش ما القطر هو لو برا القطره ما تضيعش ان شاء الله باذن الله. تستيت هذه ثاني راه شو ديرت معاه. خويا هذا الديزاين هذا عملية تاع الزخرافة راك فاهم؟ الزخرافة. وكي نهضروا على الديكوراسيون نهضروا ثاني على التستاف. رايح نلقوا بزاف امور ماشي غير زلابيه ولا شاميه. رايح نلقوا بقلاوه، هادو قنيدلات، هادو معسلات، هادو مكسلات. راني نقول لك هذا كيكون حانوت كبير بصح في بعض الاحيان الجون كيخمم باش يدير بروجي كيما هذا رايح تطلب عليه باش يدير شاميه ولا زلابيه. هي اللي عليها الطالب، هي اللي عليها كلش. يتسمى المشتري تاعنا رايح يجي باش يشري زلابيه ولا اللي هي قلب اللوز، راح يقال امور الاخرين يسمع عنده لو شوا باش يشري. وكي نهضر المرحله تاع البيع عندي صوالح راهم دايرين بيا. حاجه الاولى اللي هما لي طورشون الكونطوار دائما نقي. حاجه الزوجه اللي هو لومبالاج لي سبيسيالمون تاع اللي نقدروا نديروا فيه حاجات اللي نتكلوا اومبالاج سبيسيال وعلى حساب الحجم. كاين اللي يبغي يدي بزاف، كاين اللي يبغي يدي شويه، كاين اللي يبغي يدي ما لا ليش انا غير بابي هكا حبه. ودائما
قدامي كاين شويه كيما هكاك باش ندوق الكليون قبل ما يشري. كملنا الحمد لله سيدي. كاينه واحد الحاجه بزاف مهمه يا جماعه، ها اللي هي النيتواياج النقاء يا جماعه. عباكم باللي راهي مسؤوليه على كل حال، راهي مسؤوليه على رغبتنا. النقاء مليح لينا وللناس اللي رانا دايرين فينا الثقه ورانا نبيعوا لهم. نقي اسمعني ما شتكش. حكم مليح حكم مليح حكم مليح هاكا. وانت ما تخدمش؟ نخدم انا نخدم نخدم انا. اوكي يا جماعه انا راني كملت الميتي تاع اليوم، الميتي اللي ما يطلبش ديبلوم، الميتي اللي تكون باغيه باش تخدمه وداير ينخدم في بيريود هو على العام على كل حال. بصح وقتاش تخوى الخدمه؟ في شهر الرحمه والغفران، الشهر اللي تكثر فيه البركه، والشهر اللي نسامحوا فيه بزاف ان شاء الله يا ربي، والشهر اللي الرحمه بيناتنا والسماح وبزاف امور والله.